السلام علیکم سامعین، چار رمضان المبارک ہے، 27 مارچ ہے۔ آج کی خبروں کی شروعات ریاست کرناٹک کے گونی گوپل علاقے کی مسجد میں نماز تراویح ادا کرا رہے حافظ ماجد خان کی تلاوت کلام پاک سے کی جا رہی ہے۔ آپ کی تلاوت کے پس منظر میں چند تصاویر ہیں جن میں ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان مدینہ منورہ پہنچے ہیں، جہاں وہ مسجد نبوی میں گئے ہیں، وہاں نماز ادا کی، سلام پیش کیا۔ ولی عہد اس موقع پر دوسری مساجد میں بھی گئے ہیں، امام حرم شیخ سدیس وغیرہ نے ان کا استقبال کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.